ميكا لما بيقعد يتذكر تاريخه، ما شاء الله تاريخ طويل مع نادي الزمالك مليء بالبطولات الأفريقية والبطولات المصرية، مشواره مع منتخب مصر وأفضل اللحظات كأس عالم إيطاليا 90. مين النهاردة اللي الكابتن هشام عايز يقول له شكرا وكان صاحب فضل عليك؟ في ناس كتير طبعا، يعني عايز أشكر أولا نمرة واحد الكابتن أبو رجيلة. بصراحة يعني كان علامة من العلامات واداني مساندة جامدة جدا جدا في الفترة الأولانية. أحب طبعا أشكر طبعا يعني الله يرحمه كابتن الجوهري، طبعا أشكر بقى أبويا اللي هو خلاني أشيل اسمه وإن أنا أحافظ على تاريخه الطويل ده لغاية دلوقتي الحمد لله. فطبعا يعني الواحد بيستمتع لما تيجي تقول النهاردة إن عائلة ياكن واخدة 8 دوري من 13 دوري يعني في الفترة اللي فاتت، يعني عملنا 3 بطولات نادي الزمالك. فطبعا الواحد بيبقى سعيد بالإنجازات اللي حققها. يعني طبعا الشكر طبعا الناس كتير للجماهير، انا عايز اشكر جمهور نادي الزمالك اللي وقف معايا وصمد معايا لغايه اخر لحظه. جمهور نادي الزمالك بشكره طبعا لانه يعني خلاني ابقى لعيب من اللعيبه المقاتله، مش لعيب ان انا بيساندك وبيدعمك دايما، كان بيدعموني وخصوصا الفتره اللي فاتت. طبعا بشكر الجماهير كلها الثانيه المصريه وخصوصا جمهور الاهلي. جمهور النادي الاهلي كان يمكن بيجوا عليا لحظات كتير جدا، بس انا عارف ومتاكد 200% ان جمهور ان هم حاسين بان انا منتمي لفرقتي وبقاتل لفرقتي، فهم حابين الحته دي. عشان كده لما جيت اخدت احسن لاعب في مجلدات نادي الاهلي اكتر من مره في البوزيشن بتاعي، وكانت منافسه شرسه بيني وبين حماده صدقي ومحمود صالح، مجموعه نجوم كبيره موجوده. فانك انت تزرع في وسطهم الحته دي كان طبعا مجهود شاق من ناحيتي وعملته طبعا. فبشكر كل الجماهير اللي ساندتنا حتى في منتخب مصر لما وصلنا كاس عالم. لا في ناس كتيره جدا تشكر عليها قوي، وانا طبعا سعيد ان انا يعني موجود، وان طبعا برضو حته الود الجميله دلوقتي انك انت بتقول في البرنامج بتاعك رد الجميل، رد الجميل دي حاجه جميله، انك انت الرد الجميل ده مش لازم يكون اهلاوي وزملكاوي، الرد الجميل ده لازم يكون كل جماهير مصر، نبع من كل واحد بيحب مصر. احنا